طيب 10 ساعات زمن الرحلة فاروق، هل كان في أي حوارات مشتركة بين موسيماني ولاعيبة صن داونز مع لاعيبة الأهلي ومع ريني فايلر طوال الرحلة على الطيارة، ولا العلاقة كانت مفصولة؟ لا يعني انا عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا يا استاذ ابراهيم، وكويس ان حضرتك اثرت هذا الموضوع. في لقطه كلنا اتفرجنا عليها وتابعناها، وهي لقطه يعني اثناء احتساب ركله الجزاء للنادي الاهلي لاليو باجي. شفنا كلنا مستر موسيماني توجه لمستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي ودار ما بينهم حديث. يعني انا سالت مستر موسيماني ايه يعني ايه الحديث اللي دار ما بينك وما بين مستر ريني فايلر، فمستر موسيماني وضح لنا الامر، قال لنا ان بعد نهايه شوط اللقاء الاول مستر ريني فايلر كان اتكلم مع الحارس المرمى اونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز، يعني طالبه بضروره اللعب وعدم اهدار وتضييع الوقت، وطالبه ان هو يسرع الاداء للملعب وما يضيعش وقت كتير. فمستر موسيماني تقبل هذا الامر بصدر رحب من مستر ريني فايلر. وعلى فكره موسيماني بيقدر وبيحترم جدا النادي الاهلي وجهازه الفني. واثناء احتساب ركله الجزاء مستر موسيماني راح لمستر ريني فايلر وقال له اللعيبه بتقول لي ان هي ما لمستش اليو باجي ودار ما بينهم شيء من الدعابه. داخل الطائره كان مستر موسيماني يعني دايما عمال يطوف في الطائره يطمن على الجميع، يداعب الجميع، يتكلم مع افراد البعثه الاعلاميه للنادي الاهلي او لاعبي